انا قلت قبيله في الكلمه ديالي بانه الفلاحه هي فلاحه ديال الارض ماشي الفلاحه الافتراضيه حنا كنتكلموا على المسائل اللي هي موضوعيه وهذا الشيء راه فيه القوت والعيش ديال العدد ديال المواطنين اللي كيشتغلوا به هذا الشيء راه ما فيهش اللعب اللي بغى يلعب راه كيمشي يلعب بلاصه راه را بغاو الحليب في الصباح وبغاو الحليب كذلك يعني في العشيه وكيعرفوا بانه ملي كيشربوا هذاك كاس الحليب راه شحال من واحد خدام عليه الله ف يعني ما كاينش البلاصه لشي حاجه اخرى اللي هي افتراضيه ما كاين غير المعقول وما كاين غير الميدان لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس